عناوين الصحف اللبنانية لليوم الخميس 16 من آذار 2023. صحيفة النهار: الدولة تحمي حقوقها بالادعاء على حاكم مصرفها. النهار وإمباكت بي بي دي أو تحصدان جائزتين في دبي لينكس. الدولار بلغ 104,000 ليرة وإضراب المصارف مستمر هذا الأسبوع. صحيفة نداء الوطن: استقالة سلامي في جيب ميقاتي. عبوة مجده: صمت حزب الله يعزز الرواية الإسرائيلية والذئاب المنفردة تتبنى. بأي اتجاه سيستثمر باسيل صوته التعطيلي؟ صحيفة الجمهورية: صرخة الناس ماذا بعد جهنم؟ بعد الاتفاق وقبل التطبيق. اتفاق بكين على طريق أوروبا الجديدة. صحيفة اللواء: الدولة تدعي على سلامي وحضوره اليوم بداية مرحلة فاصلة. بري يعتبر تقسيم بلدية بيروت تقسيما للبنان وجنبلاط من الكويت لرئيس توافقي. رئيس الجمهورية: مسؤولية لا مواصفات. صحيفة الأخبار: هل يمهد العدو لعدوان جديد؟ المقاومة تدرس خياراتها، جاهزون للمواجهة. اتصال فرنسي بفرنجي واستدعاء البخاري إلى الرياض. لقراءة أسرار الصحف وللمزيد من العناوين زوروا موقعنا صدى الأرز.com.